C'est une belle victoire pour nous. Nous avons préparé très bien ce match. Je veux féliciter mes joueurs pour leur volonté, pour leur application. Même cette victoire a été très importante pour nous. C'est le troisième match gagné consécutif. Donc normalement, ils donnent plus de confiance pour les joueurs, pour l'avenir. Mais comme moi, j'ai dit toujours, on a encore énormément à travailler. On a plusieurs des choses à régler pour qu'on puisse toucher notre objectif de former une équipe professionnelle et une équipe compétitive. Merci, coach. Coach, Hazim, tu as dit que 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 tu as dit تابع فينا اولا لاعبين درنا تحضير يعني متاخر وجينا هنا لسكيده عاودنا كملنا التحضير بعد اللاعبين غادروا راحوا عاودنا عيطنا لهم بري 15 جور داروا ويجون بعد راحوا قعدوا 21 جور دونك فريق اللي لعب منذ بدايه يعني منذ بدايه التحضير منذ 3 شهور لعب دو ماتش اميكو برك في بدايه التحضيرات ومن بعد ما كانش انا نظن الفرق حاليا كما المقابله الاولى مع ورقله سي تان موك دو كومبيتيسيون يعني ريتم المنافسه يخصنا بزاف الحاجه الثانيه اون ريسيا كاليفي غير 13 لاعب كاين لاعب اللي ما جاوش اللي كانوا ملاح يعني وعندهم امكانيات كبيره ما قدرناش نكاليفيوهم لان كان مسموع غير 13 و13 اللي كانوا هنا جبناهم لافين تاع المقابله تاع ورقله انا نظن في الاسترجاع كان شويه قبلنا في الدقائق الاولى خاصة 20 ولا 25 دقيقة الأولى نتاع المقابلة زيد عامل الرياح ونظن في الشوط الثاني عاودنا رجعنا في المقابلة كنا قادرين نسجلوا يعني الهدف التعادل أو أكثر ولكن لو بون دو توش كان ما كانش قرن يعني ناقصين كان غير شبان وقحمناهم يعني نظن في مقابلة كيما هذه كانت تتطلب نكونوا واجدين مي على العموم أنا نظن واش اللي شفنا اليوم شفنا بلي فريق قادر إن شاء الله لما يحكم نفسه ويحكم ريتم دو كومبيتيسيون ينجح بربي ان شاء الله باش يوصل للبر الامان ملاحظه كتشوف اليوم احنا لاعبين
الطاقم فني وما كان حتى واحد يعني باش يقدر يأزرنا ولا يدير. في الاخر صدمه كبيره، انا نظن التحكيم اليوم لعب بدور كبير كبير بالتحيز نتاعو الفريق الخصم اللي كان ما يحتاجهاش. الحاجه الثانيه لما خرجنا الثلاثيام جوار، احنا درنا تخص كنا قادرين ندخلوا اللعب الثالث، ولكن الغريب في الامر يعني حكم التماس، الحاكم الرئيسي، الحاكم الرابع، الحاكم التماس الاخر، لا محافظ اللقاء قال لي دوك باللي سيفري في لاميطون درنا شونجمون. دونك كان احنا لعبنا قريب واحد 15 دقيقه بدون لاعب اللي خرج لاريال كوش سوياد، وانا نحلف للحاكم باللي دخلنا لو شونجمون دار خرج عقون دخل بن يخلف. قال لك لا الحكم الا درك الديليغي قال لي صحيحه. دونك انا نظن في هذه سي كراف يعني، كان درك في مقابله كيما هذه وحكم انتريو كيما هذا في القسم الوطني الثاني، ما كنا قادرين نبدلوا سبعه ولا ثمانيه ما يفيقش بهم الحاكم. انا نظن في المقابله هذه كاين خطا فادح وخطا تقني فادح نظن على الجن. الحاجه الاخرى وانا ما نتمش يعني الحكام، في الغريب في الامر تلعب في سكيكدا ويجيب لك الحاكم الرابع من ولايه ام البواقي، يعني يجيبوا منهم سكيكدا، كان يجيبوا من قسنطينه، كان يجيبوا من عنابه، ما نتمش الحاكم، ولكن تعطي لوكازيون لينا احنا ولا المتتبعين يقول لك باللي فيها. ان على العموم انا نظن انا والله ما راني خجلان من الفريق نتاعي والحمد لله. بالنسبه للانصار ربما يشوفوا كيفاش واش اللي عانينا احنا ايكيب اللي 28 جور ما دربتش، دربوا ثلاث ايام ومن بعد عاودوا غادروا 28 جور ما دربوش، ناقصه 60% من التعداد، كاين لاعبين اللي في المستوى اللي راهم ما قدرناش نكاليفيهم. انا نظن يصبروا عليهم شويه، الغلطه ما نتاع الطاقم الفني ما نتاع اللاعبين، الطاقم نتاع السكيك داك شوف عاشوا فيها. انا نقول يتعقلوا، احنا بربي ان شاء الله انا ما كيما ما خليتش في الديبي نحوسوا كيفاش نحطوا البر الامان، وان شاء الله ما والله ما خايف على الواحد بالمقابله نتاع اليوم. بالنسبه للفريق الخصم انا نظن لقانا لقى الوضعيه كل شيء ويكتو، وان شاء الله ربي يسهل برك وان شاء الله نخرجوا من الازمه هذه عن قريب ان شاء الله. شكرا كوتش، بارك الله فيك.